بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية اسمحوا لي ان انا اهني العاملين بالهيئة وقيادتها بهذا اليوم وبالجهد الكبير اللي احنا شايفينه وبالنتائج الطيبة اللي تحققت خلال الفترة اللي فاتت، واللي انا متصور ان هي ان شاء الله هتزيد خلال الشهور والسنين القادمة. واحنا المفروض هنفتتح المرحلة اللي هي بتاعت التكريك الأخيرة ديت أو التوسعة الأخيرة اللي اتكلم عنها فريق أسامة نص السنة الجاية، مش كده؟ ها؟ يعني في يونيو هو بيقول لي طبعًا اديني فرصة شوية وبتاع، لكن أتصور إن احنا اتفضل استريح. إن شاء الله نص السنة الجاية لو لينا عمر يعني نفتتح إن شاء الله هذا الجزء، ويبقى كده التطوير اللي احنا استهدفناه من توسعة القناة وازدواجها تحقق بشكل كامل طبقا للتخطيط. يعني ان شاء الله يعني الامور تمشي بشكل كويس. النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم معاكم فيها هي موضوع الاقتصاد. او قبل الاقتصاد اتكلم الاول على موضوع السلع وتوفرها وايضا الاسعار المرتبطه بها. واسمحوا لي ان انا يعني اقول لكم ايه، في كلام كتير بيتقال على ان الازمه دي ازمه عالميه وليها تأثير كبير جدا على كل دول العالم، واحنا منهم، وده صحيح. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة وبكررها كتير مع حتى يعني لما بقابل وفود من دول تانية بنقول لهم احنا معالجتنا للأزمة في مصر مش زي المعالجة بتاعتكم. وأنا هكررها وأرجو إن احنا كلنا ننتبه ليها. قلت لهم احنا لم نعكس التكلفة الحقيقية سواء للسلع أو للطاقة على شعبنا، لأن ده كان هيبقى فوق طاقة الناس، فوق طاقة الناس. كان هدفنا الأول إن احنا يبقى فيه توفير للسلع بشكل يحقق مطالب الناس بدون أي ضغط، ثم ما أمكن إن هذه التكلفة ما تبقاش ضاغطة على الناس زيادة عن اللزوم. هل ممكن كانت تبقى تكلفة زيادة عن اللزوم؟ اه طبعا. لو انا جيت قلت لكم النهاردة ان الطاقة سواء كان الغاز او الكهرباء اللي هي بتبقى داخلة في كل شيء تقريبا، لو انا سعرت بيها طبقا للاسعار اللي موجودة برة، واللي هنا بسجل ان بقول ان ربنا سبحانه وتعالى يمكن ما عرفناش نشكره كويس ساعة لما تم افتتاح حقل زهر، ما شكرناهوش كما ينبغي. انتوا عارفين لو حقل زهر ده مش موجود دلوقتي وداخل الخدمة وبيقدم لنا طاقة بالتكلفة اللي احنا بنتكلم فيها دي، انا مش مبالغ. وكنت اتمنى ان انا اسمع ده من زمايلنا العاملين في هذا المجال. صدقوني ما كناش هنقدر نشغل محطات الطاقة الكهربائية اللي عندنا، لأن تكلفة الغاز سنوياً آسف شهرياً 2 مليار، اللي هو 2 مليار دولار. أنا عايز أقول تكلفة تشغيل المحطات ديت بأن احنا لو بنجيب غاز من بره هنجيبه تقريباً ب 2 مليار دولار، يعني في السنة ب 24 مليار في السنة فقط لشراء هذا الغاز اللي انا بتكلم عليه. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا يكون لطيف بينا خلال الظروف ديت اللي احنا ما كناش عارفين ان احنا هيبقى عندنا تسعير بالشكل ده. اوروبا سعرت على الثمن الحقيقي، الناس ما استحملتش ومش مستحمله، رغم ان هم كشعوب دخلهم اكتر مننا بكتير، هم اغنى مننا بكتير، لكن بالرغم من كده هم بيعانوا. احنا حاولنا ان ده ما يحصلش، وبالتالي ما عكسناش اسعار الطاقه على المواطنين. مش كده وبس، انا عايز اقول لكم ان في 17 مليون وحده، دي الخمس شرائح الاولانيين. مش عارف السيد وزير الكهرباء موجود ولا لا، يعني الخمس شرائح دول تقريبا بياخدوا على التسعير الغاز القديم 2.5 و3 دولار للوحده ب 50% من ثمنها اللي انتوا بتعتبروه ضاغط عليكم. طب ما لو هي بقى بتمن الوحده
50 و60 و70 كانت ناس هتعمل ايه؟ وكنا هنجيب ده منين؟ انا بقول لكم ما كناش هنقدر، لكن ربنا سبحانه وتعالى بحكمته ولطفه عنا على ده. انا بقول لكم الكلام ده عشان نبقى يعني واثقين من نفسنا، وكل الكلام اللي ممكن يتقال لكم يخوفكم ده كلام انتبهوا ليه كويس. فاول حاجه احنا حريصين عليها ان احنا ما نعكسش تسعير لا الطاقه ولا السلع بتمنها الحقيقي على الناس، وده الحكومه اشتغلت عليه، ويمكن حزمه اجراءات الحمايه اللي اتعملت اللي احنا اعلنت عنها من اول هذا الشهر يمكن تكون داخله في هذا الاطار. ثم طبعا المبادرات اللي موجوده لتوفير السلع ديت في الاسواق باسعار يعني تكون مش ما تشكلش عبء على الناس بشكل كبير. يبقى توفير السلع اتوفرت، محاوله تقليل تكلفتها ما امكن وما تعكسش الاسعار العالميه، بنجري على ده عشان المواطن ما يعانيش اكتر من كده. انا بقول الكلام ده عشان تبقوا عارفين ان احنا يعني كمسؤولين حريصين على ان احنا ما تبقاش الامور الضاغطه على الدنيا كلها وضاغطه علينا كمان ان احنا نصدرها لكم بقدر الامكان بقدر الامكان. يهمني هنا اقول ايه، احنا عندنا توفير للسلع الاساسيه، كنا حريصين خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا من 2016 يا دكتور مصطفى، وحتى الان على ان احنا يبقى عندنا ما يقرب من 6 شهور 5 6 في كل السلع الاساسيه، الزيوت والرز والسكر والقمح، عشان المواطن عندنا يبقى مطمن على ان السلع دي موجوده وما بقاش في ضغط على الاسواق ولا ضغط على الاسعار، وما بقاش كمان بنعكس الظروف اللي موجوده في الخارج على طول مباشره على المواطن المصري. ويمكن انتوا سمعتوا التسعير بتاع القمح والذره، وان احنا سياستنا الجديده كدوله او السياسه اللي احنا متحركين فيها من خلال الحكومه ووزاره الزراعه ان احنا بنقول ان احنا هنعلن عن اسعار استرشاديه لبعض السلع اللي ممكن الدوله بتشجع يعني مواطنينا في الريف على ان هم يزرعوها، وايضا عشان نوفر عمله او حتى لو كانت الظروف الدوليه لا تسمح لينا ان احنا يعني سلاسل الامداد والتوريد حصل فيها مشكله ولا حاجه والنقل، لا يبقى احنا حاجتنا من ارضنا. فانا بقول ان ده اسعار وبشجع الحكومه على كده، خلونا ندي الفلوس بتاعتنا لمواطنينا حتى لو كانت اكتر من حتى لو كان اكتر من السعر العالمي، ده في النهايه هيبقى لصالح المواطن المصري. يعني النقطه الثانيه اللي انا عايز اكلمكم فيها هو الموضوع الاقتصاد، والحقيقه الكلام فيه كتير، والاقتصاد ده موضوع يعني دي وجهات نظر ونظريات مختلفة وأفكار للمفكرين والمنظرين ليها مختلفين. طب احنا فين؟ انا قلت لكم مرة قبل كده من بدري قوي من 2012 و13 و14 لما كان يتاح لي فرصة ان اتكلم سواء مع اعلاميين او مفكرين، بقول ان الدولة المصرية قدراتها الاقتصادية مش كبيرة وعايزة جهد وعمل كبير قوي قوي حتى نستطيع ان احنا نوفر من قدرتنا بدراعاتنا بعرقنا احنا مستوى معيشة كويس. بالمناسبة هياخد مننا جهد كبير، احنا قطعنا يدوبك عشان نعمل بنية اساسية مناسبة. خليني اقول لكم على سبيل المثال، وارجو ان المختصين بهذا الامر يبقوا يتكلموا مع الناس فيه بشكل اكتر عمقا وبسهوله. اسمعوا، لو النهارده ما كناش عملنا بنيه اساسيه في انتاج وتوزيع والتحكم في شبكه الكهرباء، انا ما كنتش اقدر اقول للاوروبيين انا عندي فرصه ان انا الطاقه الجديده والمتجدده اقدر انتجها في مصر بكميات كبيره ووصلها لكم، ما كنتش قادر اقول كده. ليه؟ لان انا ما كانتش المنظومه الطاقه الكهربائيه تقدر تساعدني على ده، ما كانتش تقدر تعمل كده.
طب الكلام ده اتكلف قد ايه؟ اتكلف اكتر من 1.5 تريليون، ولسه ولسه. وانا بنتهزها فرصه عشان اقول لكم احنا هيتعمل او بيتعمل، ودخلنا في البرنامج ده بقالنا 3 سنين، وسائل التحكم او منظومات التحكم في شبكه الكهرباء. دول بيتعملوا في 47 مكان، مش كده يا دكتور مصطفى؟ 47 مكان ده في المحافظات يعني، وممكن محافظه يبقى فيها 3 وكده يعني. دول تكلفتهم لوحدهم فوق ال 3 مليار دولار، وكلها هيتم استيرادها من الخارج لانها تكنولوجيا متقدمه. مش طرف ان انا اعملها، مش حاجه ايه ممكن تتاجل. انا عايز اقول لكم المشكله اللي انا قلقان منها، ان التناول بيبقى احيانا تناول يعني مش عميق، تناول بيتكلم في موضوع دي دوله يا جماعه، دوله فيها 100 مليون وزياده، كل قطاع بنتكلم فيه، كل قطاع بنتكلم فيه عايز مش مليارات، مش مليارات. طب هو لو هو القطاع كان حاجته موجوده كنا عملنا كده؟ يعني لو كان القطاع اللي بنتكلم عليه قطاع زي قطاع الكهرباء ده، طب بلاش قطاع الكهرباء يا كامل، هو انت مش داخل في 2 تريليون تقريبا يعني؟ النهارده يا فندم فعلا 1.9 تريليون النهارده. يعني يا جماعه، طب حد يقول لي ايه ده ملوش لازمه؟ طب ده القطاع الخاص يعمله، طب انا مستعد، يا ريت والله. ما يقدرش يا فندم. يا كامل هو يدير معانا بس ما يقدرش يشيل الكلام ده كله يا كامل. انا مش هقول ما يقدرش، هقول يا ريت، يا ريت طبعا. واحنا طرحين وعارضين اي قطاع من القطاعات اللي بنتكلم فيها دي، والله 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 احنا مستعدين للشراكه او القطاع الخاص يقدر. عملنا. خليني بس اوصل الرساله يا كامل. انا بقول ده قطاع النقل دخل على 2 تريليون جنيه. حد يقول لي طب ما كنتش، مش وقته ايه؟ معقول حد يبقى قاعد لمؤاخذه مش عارف يعني ايه دوله، وعايز يعمل معايا نقاش او يعمل نقاش مع الحكومه؟ ده اللي بيتكلم مش عارف يعني ايه دوله يا جماعه. هو اللي حصل في مصر خلال ال50 سنة اللي فاتوا ده كان عباره عن ايه؟ صدقوا بالله والله العظيم 3 الناس ما كانتش عارفه عن ايه دوله. أنا بحلف بالله. أو عارفين بس مش قادرين بقى. مش قادرين يعملوا. اللي إحنا بنعمله ده زيادة في قطاع النقل؟ لا يا فندم. هو الموانئ اللي إحنا بنتكلم عليها في السخنة و 73 تحيا مصر و و و الكلام ده زيادة؟ لا طبعًا، مطلوب يا فندم. لا إحنا أنا بكلم يعني أصل أنت كلامي وكلامك مجروح يا كامل يا وزير. مجروح، هيقول لك بيدافعوا. يا جماعة الدولة حاجة تانية خالص غير اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. وبصراحة يعني ده مشكلة كبيرة جدا في النقاش والتناول مع أنا هقول لكم على حاجة، كنت بسمع أحد المتخصصين في الاقتصاد وكان وزير سابق بيتكلم على المعاشات وبيقول الدولة ظالمة المعاشات. تخيلوا؟ طيب أنا قلت للدكتور مصطفى لو سمحتم اعملوا دراسة، لو كانت ال 400 مليار جنيه اللي خدتها الدولة من وزارة التضامن في الوقت دوت، اتفضل يا كامل اتفضل، ال 400 مليار جنيه اللي خدتهم الدولة في الوقت دوت وقال إن الدولة خدتهم عشان تعمل بنية أساسية، كانوا استمروا موجودين في البنوك بالعوايد اللي كانت بتطلع، هل كانت تقدر تدي 10.5 مليون مواطن دلوقتي الحد الأدنى كام؟ كان ساعتها بتدفع 400 و500، أنا بقول كلام مظبوط؟ كان السعر كام؟ 400 جنيه و500 جنيه المعاش. طيب يا ترى الأرقام دي لو كانت اتحطت ودايع في البنوك وما اتخذتش، أنا مش بدافع عن القرار، القرار ساعتها كان غلط، انا بدافع عن القرار اللي احنا عملناه اللي هو بيكلف مصر دلوقتي
في موازنتنا 170 و 180 مليار، مش كده يا دكتور معيط؟ احنا لغايه 52، لغايه 2052 احنا هنستمر في المنظومه دي لمده 50 سنه. بدات ب 160 مليار، 170، 180، السنه دي 190. بنهايه السنه دي هنكون حولنا 710.6 مليار جنيه في مسافه اربع سنين لصندوق المعاشات. الحسبة الاكتوارية والدراسة معمولة ان انا استمر بهذا الوضع لمدة 50 سنة، وبالتالي اجمالي ما سيتم تحويله هيبقى تقريبا 45 تريليون من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات. لو بنتكلم على الجزء اللي خدناه فقط اللي هو كان 380 مليار، هو اوريدي اترد، يعني انا السنة دي هكون محول 710.6 مليار. لكن طبعا نتيجة لانه في فجوة ما بين الايرادات المحصلة والعوائد الاخرى وما بين التزامات النظام، الفجوة دي الدولة النهاردة باللي بتعمله بيسد. انا مش عايزك تقول النقاش ده ما يفهموش كتير من الناس. أنا عايز أقول للناس إن الأرقام اللي هي كانت موجودة حتى لو ما كانتش اتاخدت، الناس ما كانتش هتاخد حاجة. والله أنا يا جماعة يعني أنا محتار في عقول الناس وفهمها. والله العظيم لو كان المبلغ ده ما اتاخدش وكنا وصلنا الرقم ده موجود زي ما هو في البنوك، مع التطور اللي حصل والتطور اللي هو بيقول عليه الدكتور معيد، بيقول لك ايه اللي هو الارقام اللي بتتاخد للمعاشات والسعر اللي بيتاخد دلوقتي ثم حجم التحصيل اللي بيجي وحصل التطور، ايه تطور تاني. هو النهارده اعمار الناس اللي اتعملت عليها الدراسات الاكتواريه من 40 50 سنه كان ليها شكل وسن، حصل خلال ال 20 سنه اللي فاتوا تطور وربنا يدي الناس الصحه، فالتطور بقى زاد، صح كده؟ بالظبط. وبالتالي الارقام اللي انت بتدفعها مش متوافقه مع الدراسات اللي اتعملت من 40 50 سنه. كان لازم حد يخش يقول انا مع الناس ديت، انا مع المواطن الكبير ده، مش بعد ما يقضي عمره كله في خدمه البلد اقول له معلش فلوسك خلصت. فلوسك ايه؟ خلي بالكم من التعبير ده. الدول الاخرى لما تيجي تتكلم في دراسات خاصه بتأمين معاشات، لو الموضوع ما فيش بيقولوا الصناديق ما فيهاش، بيقولوا ايه؟ الصناديق ما فيهاش. لكن الدولة التزمت التزام اخلاقي وادبي وديني مع مواطنيها في نهاية لا، حتى لو كان الرقم ده اللي احنا بنتكلم فيه هيبقى 170 180 مليار جنيه لغاية 2052 احنا مستمرين. وهنهينا المسألة. انا مش زعلان على دي خالص، لان انا ما حدش بيجيبها دكتور مصطفى منين؟ من جيبه. احنا ما جيبش ده، جيب مصر. لكن انا مستغرب ان حد يتناول المساله دي ويتكلم يقول لك البلد لازم تخلي بالها من اصحاب المعاشات، دول خدوا الفلوس تاني. يعني تاني خدنا الفلوس؟ انا ما خدتش الفلوس. استنى بس يا مايت، انا ما خدتش الفلوس، فيش. هو يعني انما ده وقع اتعملت وكان ليها اثارها. اللي خد القرار ساعتها كان ليه حزبة، لكن ما تنسوش ان حصلت تطورات كبيرة جدا في البلد خلال ال 11 12 سنة اللي فاتوا. وانا قلت قبل كده يا جماعة الكل اجراء تعملوه في البنى تاخدوا حقه، في الهدم تدفعوا ثمنه. انتبهوا، كل اجراء تعملوه في البنى هتاخده، في الهدم هتدفع، لان هي في الاخر هي حصلت بلد. وانا بقول لكم الكلام ده عشان تبقوا منتبهين لكده وتبصوا بعينيكم كويس حوالين منكم وتعرفوا ان البلاد اللي بتروح يمكن ما ترجعش، يا رب ترجع لكن يمكن ما ترجعش. وبالتالي اللي بيتعمل معاكم خلال يعني اللي انا شايفه وحجم الجهد اللي بيتبذل خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا واللي جايين، ولازم تعرفوا انه الجهد ده هيضاعف والشغل ده هيزيد عليكم والتشكيك هيبقى اكتر. طب ليه؟ اقول لكم ليه؟ طب نتصالح؟ انا بكلمكم بجد والله. اذا كنتوا عايزين تفهموا ليه نعمل ايه؟
نتصالح يعني ايه؟ نتصالح يعني يا دكتور ميت؟ مع مين؟ نتصالح. يوم يقول خلاص بقى هنتصالح، ناخد مساحة ونتحرك وما نعملش كده. إلى حين، إلى حين، إلى حين. فأنت مش عايز، طب ما هو طول ما أنت موجود بقى مفيش فايدة فيك. تقول يا دكتور طول ما أنا موجود إيه؟ نخلص منه بأي طريقة بقى، ربنا يعيننا هما. إنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. لا حد بيتخلص من حد ولا حد بيقعد حد، هو ربنا اللي بيقعد وبيمشي. ولو الكلام ده مفيش إيمان حقيقي جوانا فيه كنا ضعفنا قوي وما خدناش ثلاث ارباع القارة اللي اتاخدت خلال السنين اللي فاتت. أرجع تاني للاقتصاد. فيتكلم يقول لك إيه؟ حجم الدين بتاعكم زاد. طيب هو أنت ليه؟ وأنا حسيب الدكتور معايا يتكلم في النقطة دي إن سمحت لي يعني. أنت ليه مش عايز تدفع تكلفة اللي عملته في 2011 و2013؟ هو اللي أنت عملته ده مش كان ليه تأثير مدمر على اقتصادك؟ أنا بقول كلام لا صحيح. مش كان ليه تأثير مدمر على اقتصادك؟ مش لما أخذ لما جينا نحسب الرقم ده لأننا دخلنا في 450 مليار دولار، هو احنا يعني الدولارات عندنا بالكده عشان نخسر 450 مليار دولار في 3 4 سنين؟ ده كان ده كله ده على حساب مستقبل مصر وحاضرها. انا بقول لكم عشان تبقوا في الصوره يا جماعه، ما دام انتوا عملتوا اجراء ان كلنا مع بعضين بقى نستحمله. مش حد يقول لك ايه لا احنا نطلع نعمل اجراءين ونرجع البيت ويلا كملوا انتوا، اعملوا انتوا بقى حلوا لنا المساله. لا احنا بنحل المساله مع بعضنا. احنا بنحل ايه؟ المساله مع بعضنا. وانا بقولها لكل المصريين، ما تقوليش بعد ما تعمل اللي عملته يلا خلصت من الموضوع. لا احنا هنخلص الموضوع مع بعض وهندفع تكلفته مع بعض. مثال، انا قلت الدكتور معيت لما كلمنا في موضوع الموازنه والدين قلت له هو احنا مش كان موازنتنا 250 مليار جنيه ولا انا نسيت في 2010؟ كام يعني لو انا يعني يعني خدت الموازنه دي اتحركت ازاي؟ ولو تسمح لي فخامه الرئيس عشان موضوع الدين لان هم بيستخدم حاجات بيضلل بيها الراي العام. احنا عملنا دراسه في وزاره الماليه شفنا 2000 2001 هي مصر كانت في الوقت ده فين. لقينا ان مصر في الوقت ده كانت ايراداتها كلها على بعضها 76 مليار، كانت بتصرف 104 مليار جنيه، كان عندها عجز 29 مليار. من ال 29 مليار دولت يعني انا بتكلم على دولة خدت خلال 22 سنة مسار ازاي. فانا بقول انه يعني ايرادات الدولة في الوقت ده ما كانتش حتى كافية تكمل مرتبات ومعاشات الناس، فكان بيضطر يستلف. هو عنده كل ايرادات الدولة 76، راح استلف 12 يكمل ايرادات الدولة عشان يدفع اجور ومعاشات، وراح استلف بعدها 17 يعني عشان يسدد خدمة الدين. سنتها في 2021 كان الدين بتاع مصر 2001 كان الدين بتاع مصر 355 مليار جنيه، وكان الناتج المحلي بتاع مصر 358 مليار. فكان الدين بيمثل 99% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان عندنا اللي بنسميه العجز الأولي اللي هو إيرادات الدولة مش بس مش مقضية سداد خدمة الدين، ده مش مقضية إنها تدفع مرتبات وما إلى ذلك. لو أنا قارنت السنة اللي خلصت يوم 30/6، طب هي إيرادات مصر كانت كام؟ 1326 مليار. طب ومصروفاتها كانت كام؟ 1812 مليار. طيب عجزها كان كام؟ 485 مليار. طيب كان برضو عندها العجز الأولي ده يعني إيراداتها مش كافية مصروفاتها أبدا. مصر في الأربع سنين الماضية قدرت إن هي تبقى عندها إيرادات تغطي كل مصاريفها، وكمان جزء من مصاريف من ده يغطي جزء من تكلفة الدين. فده أول اختلاف، وبالتالي عامل 100 مليار من إيراداتي فائض سددت بيه جزء خدمة الدين. طب والدين أخباره إيه؟
احنا في السنة المالية اللي انتهت يوم 30/6 عندنا دين 6.9 تريليون. بس الناتج المحلي بتاع المجتمع ده بقى كام؟ 7.9 تريليون. اذا لو انا قسمت الدين ده على الناتج زي ما انا عملت في 2000-2001 هلاقي ان انا 87.2%. وال 87.2 دي لو انا كمان حيدت ان في تغير في سعر الصرف حصل وبالتالي اثر معايا بانه يزودني 4% نتيجه المكون الاجنبي، يبقى انا الدين الحقيقي بتاع مصر في 30/6 كان هيبقى 83.2. طيب هل الدين ده في مرحله خطر؟ نشوف احنا تاريخ مصر من 2000-2001 حتى الان، هنجد انه اقل سنه كان فيها الدين للناتج المحلي كانت السنه 2009 2010 كان تقريبا 79.8%، يعني 80%. طيب هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مصر بعد 2000-2001 مرت بازمات، وصل الدين للناتج المحلي 120% قعد 2003 و2004 و2005، الى ان حصل اصلاح اقتصادي في هذه الفتره بدا الدين ينزل، وكان اقل رقم سجله كان 79.8 في العام المالي 2009-2010. اللي حصل اللخبطة بقى والاضطراب والوضع الأمني وكده بعد 2011 بدأ ياخد الدين طالع نتيجة لأنه إيرادات الدولة مش كافية، لا تكفي معاشات ولا تكفي أجور ولا تكفي استثمارات، وبالتالي بدأ الدين يتصاعد. قعد الدين يتصاعد من المستوى 80% إلى أن وصل في 30/6/2016 أنه 103% من الناتج المحلي. طب إحنا عملنا إيه؟ بدأنا ناخد الدين نزولاً تدريجياً. معلش خلي بالكم الدكتور معي تتكلم على الدولة، لكن أنا عايز أتكلم على حاجة تانية اتعملت في الفترة دي كلنا لازم ننتبه لها، وننتبه لها لأنها لو ما كانتش اتعملت إحنا ما كناش هنكمل. وأنا بقولها لكم عشان إحنا كمصريين ننتبه لكل التفاصيل اللي بتتقال وما ننساهاش أبدا. اتعمل دعم لمصر من الأشقاء في الخليج للمشتقات البترولية وأموال سائلة، لو ما كانتش الأموال دي والدعم ده موجود الدولة دي ما كانتش هتكمل، ما كانتش هتكمل. وأنا لما بقول كده بعترف بفضل الناس. حد يزعل؟ تزعل ليه؟ ولو كان سابك ما كنتش هتلاقي وقود في محطات الوقود، مش كان في طوابير؟ هي الطوابير دي كانت معموله ليه؟ لان الدوله كانت غير قادره. طب حد يقول لي الله، طب يبقى احنا بقى لما احنا غلطنا ان احنا قمنا على الناس اللي كانت موجوده، مش كده؟ حد يقول لي كده؟ اقول لك لا، الموضوع ان الناس ما كانتش منتبهه ان هي عندها ازمه كبيره جدا، ما تقعدش تتخانق مع الشعب ومع مؤسساته وتدور على حل لمشاكلها. لكن اللي انا مهم اللي انا بقوله ان ما كانتش الدول الخليج، السعوديه والامارات والكويت حطوا ارقام، انا عايز اقول لكم السفن المشتقات والغاز والبوتاجاز اتحولت من البحر المتوسط والبحر الاحمر الى المواني المصريه كده كل شهر. نسقف نسقف ونحيي. اللي ما يعترفش باللي اتعمل معاه يبقى مش كويس، ولازم نقول ده عشان تعرفوا. طب لو ما كانش اتعمل ردوا عليا بقى، هتستحملوا؟ انا بكلم المصريين، هتستحملوا ولا مش هتستحملوا؟ مش انتوا اللي اتحركتوا؟ خلاص استحملوا بقى. لكن لا، الاشقاء وقفوا، وقفوا وقفه كبيره جدا جدا مع مصر اكتر من 18 شهر، مش كده يا دكتور مصطفى؟ المشتقات بتيجي بايه؟ بدون مقابل. طب لو في مقابل يا دكتور كنت هتقدر تسدد؟ لا دولار معاك ولا جنيه، لانك انت كمان كنت بتبيعها باقل من التكلفه بتاعتها 20-30% فقط ثمن بالجنيه المصري، يعني انت بتجيبه بالدولار وهتبيعه بالجنيه باقل من تكلفته بتقريبا ب 30-40% منه. انا بقول الكلام ده لينا ليه؟ عشان احنا
مع بعض مسؤولين عنها. وانت بتتكلم خلي بالك، وانت بتتكلم خلي بالك، انت هتبقى شايل وزر كبير قوي لما تخربها، كبير قوي. وبرضو خلي بالك وانت بتعمرها وتبنيها هتاخد اجر كبير قوي وانت بتعملها. الاجر ده مش مننا ولا التاريخ ولا كلام الجميل اللي بيتقال، لا، اذا كنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى فالاجر ده من عند الله، اللي بتمنى ان يكون لنا اجر عنده او يقبل ويرضى على اللي احنا عملناه. فلو ما كانش ده ما تعديش عليها كده، وفي كل حديثنا ما نسكتش عنها. ليه؟ مش كل مره حد هيجي يقول لك ايه اوعى انت خد، انت بتتكلم في عشرات المليارات الدولارات مش الجنيهات. عارفين يعني ايه كل شهر اكتر من 1200 او 1300 مليون دولار ما بتدفعهمش والاشقاء بيدفعهم لك عشان يجي لك البترول والغاز، وبرامج اخرى عشان بقيه السلع، وبرامج اخرى عشان مبادرات تتعمل تخفف من الازمه على الناس في مصر. ممكن حد يقول لك انت يعني ليه كده؟ ليه كده؟ لان هو ده الحقيقه. تحبوش تسمعوا الحقيقه ولا ايه؟ وعشان تعرفوا ان انتوا عايزين تفضلوا تشتغلوا تخلي بالكم وتبقوا حريصين، ما تسمعوش كلام حد اللي هو الحد اللي عايز يعمل فيكم ايه؟ عايز يخربكم. عشان ايه؟ يخربكم والله العظيم. ولما يخربها يولعها، ما هم يعني يا ريت كانوا هم يقولوا نبني، جات لنا ما جاتلاش. لا، هم يقول لك نخربها وبعدين نبقى نبنيها. تبني ايه يا راجل؟ انت بتبني عمارة، انت بتبني دولة، بتبني ايه؟ دولة. فنرجع بس تاني اقول للدكتور معيد عشان النقطة دي تتحط في الاعتبار، ادي نقطة ما تحطتش في الحساب، عشرات المليارات من الدولارات تم ضخها في الاقتصاد في الوقت ده، ولو ما كانتش اتعملوا لا ما كناش هنكمل زي ما احنا كده. وأزمة دخلنا في أزمة، دخلنا في أزمة تضيع البلد ديت، الناس عايزة تعيش، ده ما حصلش. النقطة الثانية، أنت بتتكلم من النهار من 2011 للنهاردة زدنا 25 مليون. أنا بقول كلام مظبوط؟ 25 مليون؟ طب دول عايزين يعيشوا؟ يعني اللي كان عنده سنة بقى النهاردة عنده 12 13 14 سنة، صح كده؟ طب واللي كان عنده 10 عايز يشتغل ويتجوز ويبقى عنده بيت؟ 25 مليون ده أمر دول كاملة عددها نص العدد ده عايشة بيه بقالها سنين. طب انت هتكمل ده ازاي؟ انا بقول لكم الكلام ده عشان تعرفوا قد ايه ربنا لطيف بعباده في مصر. كمل يا دكتور. يعني هو النقطة اللي فخامتك اشرت اليها كانت معكوسة في رقم ان الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2013-2014 بدون هذه المنح كان العجز بتاع الموازنة العامة للدولة 17%. لما جت هذه المنح نزلت العجز بتاع الموازنة العامة للدولة لتقريبا 12.5%. أنا هرجع تاني للقضية بتاعة الدين بعد إذن فخامة الرئيس، إنه فعلا إحنا قعد يتزايد الدين من حوالي 80% 2009-2010 إلى أن الآثار اللي حصلت بعد 2011 وانعكست في زيادة مضطردة في عجز الموازنة وفي عجز الدين إلى أن وصل إلى 103% في 30/6/2016. بعد كده بدأنا برنامج تخفيض الدين ومشينا فيه ونجحنا فيه إلى أن وصلنا في 30/6/2020 إن دين مصر الدين الموازنة العامة للدولة بقى 80.5%. وكانت خطتنا ان احنا هنستمر في الثلاث سنوات اللي بعدها ننزل بالدين عند 70، ويبقى ده حاجه يعني بالنسبه لتاريخ مصر يبقى عملنا يعني تخفيض شديد في حجم الدين. اللي حصل ان جت كورونا، مع كورونا الايرادات اتخفضت، المصروفات زادت، كمان التمويلات بدات تبقى صعبه، بدات نعتمد على نفسنا وعلى ان احنا نستمر في تمويل المشروعات. وساعتها فخامتك عملت اجتماع وقلت احنا محتاجين قرار استراتيجي مع وضع الاغلاق اللي بيتم في دول العالم دي كلها، هل احنا هنغلق زيها ولا هنعمل ايه؟ فكان بعد الاجتماع دوت
يعني كان القرار لا احنا نستمر ونحاول نكمل، لان احنا عندنا شعبنا ومحتاجين ما نزودش البطالة، ومحتاجين الناس تستمر في يعني فتح بيوتها، وبالتالي كان لازم ان انا اكمل في ظل هذه الظروف وتمويل المشروعات. فمع كل هذه الظروف احنا تحركنا من 80.5 بقينا 85، والسنة دي 87.2 أو 85.6، والسنة دي 87.2 لو أنا شلت الأثر بتاع 4% كنت هبقى 83. أنا بقول ده ليه؟ بقول إنه وفقا لكل الأرقام دي إحنا دين مصر في منطقة آمنة بكل المعايير. صحيح إحنا مش ده المستهدف بتاعنا، إحنا مستهدفنا وكان ده خطة وفخمتة، كنت عارف إن إحنا كنا ماشيين لولا كورونا لخبطتنا، وكنا بنقول طيب سنتين بتوع كورونا واحنا هنبدأ نستعيد العافية ونرجع تاني. للأسف الشديد الظروف الدولية من التضخم العالي ومن أثار الحرب في أوروبا وكل الكلام ده يعني صعب علينا. بس أنا عاوز أقول حاجة، هو إيه الفرق بين مستويات الدين اللي هي كانت قبل 2011 اللي كنا بنقول عليها 79.8 وما إلى ذلك، ودي كانت أقل سنة، وكان زي ما قلت 2003 و2004 2005 كان 120 و119% من الناتج المحلي. أنا النهاردة بعمل ده وبعمل تنمية، تنمية شايفها الشعب في كل مكان، في المياه، في صرف، في كهرباء، في طرق، في سكن اجتماعي، في عدالة، ان انا بعيد التوزيع بتاع الدخل بتاع الدولة ما بين كل قطاعاتها، في تنمية في الصعيد وفي تنمية في الشمال، في تنمية في القاهرة، بحل مشاكل مستعصية كهرباء وطرق وسكن اجتماعي للناس. كنا احنا يعني كمواطنين حاسين بصعوبة شديدة نشوفهم عايشين في مناطق قطرة ولا آدمية، الحمد لله ده اتحسن. فكل ده يعني عاوز اقول ايه، المعادلة الصعبة بتتحقق في ان انا يعني محافظ على الدين وفي نفس الوقت بعمل تنمية. الدليل في ايه؟ خلال العشرين سنة ما هي اعلى سنة عملت فيها معدل نمو حقيقي؟ السنة اللي هي كانت تقريبا 2007 وحققنا 7.2. لو شفت السنين اللي قبلها هلاقي نزلت لغاية مكانة 2.2 و2.3. احنا بعد كده وصلنا ان معدل النمو الحقيقي في 2009 2010 كان في يعني قريب من 6%، لكن بعد 2011 نزلت معدلات النمو الحقيقي لغايه ما بقت 1.2 و2%. عمليه استرجاع ده هو ده التنميه اللي حصلت، اللي النهارده مصر بتحقق في 30/6 6.6% معدل نمو. المواطن العادي بيقول لي يعني ايه الارقام بتاعتك ويعني 6.6؟ اقول الارقام بتاعتي دي وظائف العمل اللي انت بتشوفها، دي المشروعات اللي انت شايفها على الارض بعينك. ممكن المواطن يقول بس يعني الاسعار وارتفاع الاسعار، بنقول له ان زي ما فخمتك قلت كده، والله انا بستورد قمح 12 مليون طن ولا 11 مليون طن، كنت بجيب من 180 ل 240 دولار للطن، انا النهارده ممكن يوصل ل 550 بتكلفه نقله او 500 بتكلفه نقله. ده بالنسبه لنا تكلفه وعمله صعبه. نفس الكلام المواد البتروليه، ما هي كانت الاول من 55 ل 65، في 120 مليون برميل بستوردهم بيعملوا 7.2 7.5 مليار دولار، لا النهارده محتاج اجيبهم ب 110 وب 100 وحسب الارقام اللي موجوده، يعني انا رايح 14 15 مليار دولار، تكلفه وعمله صعبه. كذا بقيه المواد، وبالتالي ده بينقل التضخم اللي حاصل في العالم اللي العالم كله بيتكلم عليه وانا بعاني جزء منه. هو مش نتيجه سياسات، بعض بيسوقها للمواطن على انه ده لخبطت سياسات وسياسات ما كانتش سليمه، ولا المواطن نفسه اشاد بالحكومه واشاد بالدوله في معالجتها لازمه كورونا ان هي كانت على افضل واحسن ما يكون. بس المره دي العملية صعبة لأن احنا خارجين من كورونا، التانية ما كناش، لا احنا كنا وضعنا الاقتصادي قبل كورونا بالقوة اللي خلانا نتحمل آثار كورونا، بس للأسف الموجة التضخمية والحرب جاية واحنا خارجين من كورونا، وبالتالي بقت مضاعفات آثار كورونا اللي احنا تعاملنا معها بإيجابية، ثم حالة تضخمية، ثم اضطراب في العالم نتيجة الحرب وأثاره على التمويل وتكلفة التمويل. كل ده بنقوله للمواطنين عشان يعرفوا ان ما هيش لخبطة سياسات، دي لخبطة ظروف عالمية أثرت علينا. مرة تانية حتى لو بقارن عجز الموازنة، احنا فندم في 2001 2002 كنا 8% وبعدين نزلت بقت 7%، ثم ودي كانت من افضل الارقام او 7.9، ثم بدأت تتصاعد
يعني احنا تقريبا 2009 2010 كنت عند حوالي 8% عجز موازنه، اللي هو وصلت ل 17 بدون المنح. لما شلت المنح بتاعت الدول العربيه في 2003 2014 نزلت 12.5، ثم استمرنا على هذا العجز الكبير، يعني استدانه عشان اجيب موارد للدوله. ثم دلوقتي بتكلم النهارده في كام، احنا قافلين 6.1%، ما شافتهاش مصر من 2000 ويمكن قبل كده، لان انا البيانات بتاعتي كانت من 2000، ما شافتش عجز موازنه عند 6.1. والعشرات السنين مصر بتعمل ما يسمى بالعجز الاولي، يعني ايراداتها مش كافيه تدفع مرتباتها ومعاشاتها واستثماراتها. النهارده كل سنه بقى لنا 5 سنين لا بنكفي كل المصاريف وكل الاعباء، وكمان بيفيض اللي انا بسدد بيه جزء من فوائد الديون. حتى فوائد الديون اللي هم بيتكلموا عليها، ايوه فوائد الديون غليت لانه في فتره تضخم عالي، اسعار الفايده عاليه، جاي من عجز عالي نتيجه الظروف اللي مرينا بيها بعد 2011، اثرت على الدين، اثرت على تكلفه خدمه الدين، الى ان وصل انه بقت حوالي 40% من الموازنه العامه للدوله. انما الجهد اللي عملناه نزل السنه دي في 30/6 قافلين خدمه الدين 32%، وهدفنا ننزل بيها، وكنا حاطين ان احنا نستمر على انه تبقى في حدود ال 25% او اقل. لكن الظروف العالميه وتكلفه التمويل الغاليه واسعار الفايده اللي ارتفعت وسعر الصرف اللي اتغير، كل ده بنتعامل معاه. انا بس عاوز اقول في خامه الرئيس، حضرتك ذكرت المعاشات، المعاشات النهارده بيجيب كام اشتراكات؟ 120 130 مليار. بس بيصرف كام؟ بيصرف 300 مليار جنيه معاشات في السنه. طب كان هيجيبهم منين لو ما كانتش الدوله دخلت وضخت الاموال دي؟ ده حتى على الارقام الموجوده، وانا كنت بشتغل في المعاشات وكنا بنسوي المعاشات، ايوه 400 جنيه و500 جنيه و300 جنيه و600 جنيه، دي كانت الارقام بتاعت المعاشات. لما اتعمل الاصلاح بدات تتحرك، بس طبعا في علاقه ما بين القيمه اللي انا بديها للناس وبين مستوى التضخم. لما التضخم هدي الفتره اللي فاتت كانت الناس حاسه ان الزيادات اللي بتديها الدوله كزيادات معاشات قيمه كبيره، لانها تضخم في حدود 5% بديله 13% زياده، فكان بيحسس انه بياخد من الدوله قيمه زياده كويس. لكن طبعا بيبقى متاثر سلبا لما يكون في موجه تضخميه. مره تانية الاصلاح اللي اتعمل هو اللي ساعد الدوله، وكل المؤسسات الدوليه كانت بتقول لنا انتوا عندكم خطر كبير في نظام المعاشات مش هتقدروا تحلوها. لما حليناها شالوها من على طاوله انه يسالني انتوا عندكم مشكله معاشات، خلاص اتاكد ان احنا تعاملنا معاها وتعاملنا معاها بطريقه مؤسسيه وبندر. مره تانية في خامه الرئيس انا باكد قدام سيادتك وقدام الرأي العام ان المالية العامة للدولة المصرية بخير. احنا عشنا كذا صدمة من الصدمات، واحدة شفناها في اكتوبر ديسمبر 2018 لما حصلت ازمة الاسواق الناشئة، درناها وما حدش حس بيها، لكن احنا درناها. ثم الصدمة بتاعت كوفيد 19 او وباء كورونا ودرناها والشعب اشاد بيها. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وهندير دي كمان ونخرج منها بخير. شكرا. اتفضل استريح. شكرا. انا هقول كلمة تانية لدكتور محمد ولينا كلنا. طب انا هقول لكم هاخد الجانب الثاني. طب انا عندي ازمه، طب انا عندي مشكله، هتتخلوا عنها؟ انا بكلم المصريين، هتتخلوا عنها؟ هتسيبوها يعني؟ هتقولوا زي ما قالوا كده لسيدنا موسى اذهب انت وربك فقاتلا، ولا ايه؟ هو احنا لما اتكلمنا مع بعض في 2013 و14 مش انا قلت لكم على الحقائق اللي موجوده، وقلت لكم ان ده مش هيبقى جهد حكومه ولا جهد قياده ولا جهد، ده جهدنا مع بعض كلنا نشيل عشان نعدي بيها. ده انا بقول ده لو على فرض ان الكلام اللي بيتقال ده حقيقه، هندي ظهرنا لها ولا ايه؟ ولا نقف مظبوط عليها ولا لا؟ انا بقول لكم كده عشان ده موضوع مهم، موضوع مهم انك انت تفضل حاطط كتفك في ظهر بلدك في كل وقت، مش في ظهري انا لا، ولا في ظهر الحكومه لا لا، ظهر بلدك اللي انت عايش فيها وحلمك فيها. اوعى تضيع حلمك، واوعى يحبطك ويأسوك. قبل ما اقفل يعني انهي كلامي، انا بقول كان في موضوع تاني كان خاص بي برضو في الاقتصاد، هو موضوع
المستندات بتاعه التحصيل بتاعه البنوك. وارجو يا دكتور مصطفى ان احنا خلال يعني الفتره ديت والقادمه نكون انهينا هذا الموضوع حتى ترجع المواد المطلوبه كمستلزمات انتاج. لان احنا لما قلنا في وقت من الاوقات من سنتين ولا ثلاثه قلنا ان احنا بنستهدف ان احنا يبقى لينا فاتوره تصدير ب 100 مليار دولار، احنا بنتحرك عليها وبنجري عليها. فعايزين نشجع الناس ما تبقاش الظروف اللي موجوده ديت سبب في ان احنا نعطل او نقلل من جهد المصانع اللي بتعمله. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا شايف ان انتم محتاجين تفكروا ان اخر الشهر ده تعملوا مؤتمر اقتصادي ونقعد كلنا نتكلم فيه ونجيب حتى يعني المتخصصين واللي هم ليهم راي مخالف معانا نتكلم. انا عارف ان في حوار وطني موجود، لكن مهم قوي والحوار الوطني ده موجود والحوار ده محاور ويبقى فيها. طبعا انا عارف ان فيها اقتصاد، لكن احنا كمان كدوله بنتكلم، ومش بنتكلم وبس، كمان عشان مع المستثمرين مع رجال الصناعه مع ده مع ده يبقى فرصه ان احنا بنسمع بعضنا البعض وبنتكلم. فارجو ان احنا على نهايه الشهر ده كونوا نظمتوا هذا المؤتمر. اختم كلامي، من فضلكم حطوا حوافز للرجال الصناعه والمصدرين حتى نصل بالارقام الى المستهدفات الى المستهدفات. انا مره ثانيه بشكر هيئة قناه السويس على اليوم الجميل ده، وارجو الكلام اللي احنا قلناه النهارده يكون يعني فرصه ان احنا نشحن طاقتنا للعمل وللحركه للامام. ولازم تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. لو احنا مفسدين مش هننجح، وربنا وحده المطلع علينا. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. اذا كنا احنا مصلحين في الارض بنبني ونعمر وبننمي وعايزين نعيش اهلنا وشعبنا ونغير حياتهم للافضل، لازم تكونوا متاكدين ان ربنا مساعد. واللي حصل في السنين اللي فاتت، والله انتوا الوحيدين اللي نجيتوا، انتوا الوحيدين اللي نجيتوا. لك الحمد يا رب، والله لك الحمد. شكرا جزيلا.